ليش صيف السنين انتهى بسرعة واحمرت احراش الغار، والمرة اللي شعرها احمر متلن شعلان بالنار، لا بداية ولا نهاية والوقت ماري غريب متل مروري بأفكارك لحظة تلمع وبتغيب، يا عصافير السهل الجاي تبشر بشتي تشري، وجوه أسامي ببالي حدي ذكرني لمين، الدنيا حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور، صيف السنين طرنا القمر عدروب السهر ليطل، وهدينا عقارب الساعة خايفين الوقت ليفل، ما في قوة بهالدني بتأخر هبوب الريح، شعرك والكرز واللوز أول الموسم تلويح، يا عصافير السهل الجاي تبشر مش تشرين، وجوه أسامي ببالي حدي ذكرني لمين، الدنيا حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور. جيهان كمال ممثلة. الحجر الصحي هو إجراء احترازي للحد من انتشار الوباء، وأنا كمواطنة وكفنانة مغربية كنطبق القوانين واللي كتهدف بالأساس لحماية المواطن المغربي. أنا استغليت هذه المرحلة في ترتيب الأفكار، رجوع للذات، وحاولت نكون إيجابية أكثر، تعلمت نكون إيجابية أكثر من ناحية أخرى. أنا شخص جد 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 بيتوتي، يعني ما تغيرت شي حاجة كبيرة إلا الأولويات، ولو أولوياتي للنظام الصحي، وليت كنحتار مواعيد النوم، وليت كنختار النظام الصحي، الأكل الصحي، وزاد احترامي للأطر الصحية المغربية اللي حطت راسها في الأمام لحماية الإنسانية، واللي بينت بلي الشعب المغربي شعب واعي وعندنا أطر صحية في المستوى، وهذا كيزيد يجعلني أكثر فخورة أنني أنتمي لهذا البلد الجميل. من الطرائف اللي وقعوا لي في هذا الحجر، جبت إكيغاي، جبت هامستر، وجبت أمتيشيان. إكيغاي هرب النهار الأول، الهامستر دوشت له ودرت له بروشينك وما تغدى الصبح، ربي تسمح لي. الأعمال ديالي، كنت في صدد تحضير الفيلم باسم أمير الجبل عصفور من إخراج كمال كمال، واللي هي أول تجربة ليا كمنتجة، واللي كان غادي يتصور في مدينة وجدة في شهر يونيو، ودابا مع هذا الوباء والحجر الصحي غنصور إن شاء الله في شهر سبتمبر، واللي فيه ألمع ممثلين المغاربة إلى جانب ممثلين جزائريين لامعين، وجسبر يكون عمل فني مغربي في المستوى. اشتغلت على أغنية بعنوان شكرا مع المخرج كمال كمال إلى جانب مغنيين كبار مثل حميد بوشناق، حاتم إدار، سحر الصديقي، فاطمة الزهراء قرطبي وغيرهم، واللي كنوجه لهم تحية لأنهم ديما كتلقاهم من تكون شي حاجة تخص الوطن. واللي أغنية اللي درناها تعبيرا عن الشكر والامتنان لهالأطر الصحية، وأبريتو ديما إحنا الشعب المغربي شعب معطاء، شعب شهم، شعب كريم، ديما كتلقاه. اللي بغيت نقول لكم ونوجه لكم رسالة لكل الشعب المغربي، خليك في دارك، خليك في دارك، هاد المحنة راه ما غتطولش، وقربنا نرجعوا نشوفوا بعضياتنا، لانه انا افتقدت بزاف العلاقات الانسانيه، الابتسامه ديال الناس اللي كنت كنشوفها واللي كانت كتعاونني في الخدمه ديالي. ف
فان شاء الله هاد المحنه غادي تستمر على خير ونرجعوا نشوفوا بعضياتنا. وانا كنقول لك خليك في دارك باسكو باقا كنتسنى ردود الفعل ديالكم بالنسبه للفيلم ديالي جديد. شكرا. ميرسي ميدي 1. Grand salut au peuple marocain.